وصل بينا الحالة بنقتل بعض عشان 350 جنيه وهو علي الطلاق من بيع لك يا اخي اهو. سعدي مطلع سكينة لا حول ولا قوة الا بالله. للأسف طلع السكينة وخبط الحاج مصطفى طعنة واحدة جت في القلب كسران مات في الحال. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهوم هام للغاية، إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيد، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في الطلبية محافظة الجيزة. أي واحد منا لما ربنا بيرزق محمول أهو، يروح يشتري محمول بيطلعه من علبته بيبقى عايز إيه؟ يركب له حاجة اسمها سكرينة وحاجة اسمها جراب عشان يحافظ عليه. وفي شركات دلوقتي بتريح الناس، بيقول لك الجراب بتاعنا اهو ونعمل لك السكرينة، وما اعرفش هما ليه اصلا اللي بيصنعوا المحمول ما يريحونا من الموضوع ده، ما يجيبوا لنا التليفون عليه سكرينة وعليه الجراب بتاعه ونخلص. لا، يبيعوا الجراب التليفون وانت تدور على الجراب وتدور على السكرينة وتبتدي بقى فرحان بالتليفون. اي واحد بيجي له تليفون جديد بيبقى فرحان بيه، بيجري على المحل يركب له سكرينه ويركب له مش عارف ايه عشان يحميه من الصدمات والوقعات عادي. سعد شاب من الطلبيه، ربنا رزقه بتليفون محمول. الناس قالوا له ايه؟ الف مبروك، بسم الله ما شاء الله، بكام ده؟ قال لهم ب 4000 جنيه. يا عم تدفع 4000 جنيه في التليفون؟ اه بس يستاهل. طب يا حبيبي ما تجيب له بقى؟ قال لا ده انا هنزهه، هركب له سكرينه بحيث اللي جنبيه ما يشوفش، في سكرينات دلوقتي اللي قاعد جنبيك ما يشوفش، وهجيب له جراب يحميه عشان لو وجع. قال له طب يا عم روح. قال لك في واحده الاول الشارع في الطلبيه هنا صاحب محل اسمه الحاج مصطفى، هروح دلوقتي عنده. ماشي، راح عند الحاج مصطفى. يا حاج مصطفى عندك جراب؟ قال له مبروك التليفون جديد. قال له ده لسه اول استخدام. قال له طب يا عمر، قال له ركب لي سكرينه وعايز جراب. قال له حاضر عندي سكرينه. قال له انا عايز سكرينه من اللي جنبي ما يشوفنيش. قال له حاضر. دي ثمنها كام؟ قال له 50 جنيه. طب والجراب؟ قال له ثمنه 300 جنيه. يا عم ما تهزرش. ما بهزرش يا ابني. قال له الجراب ده ب 300 جنيه؟ قال له ايوه. ده حته بلاستيك يا عم مصطفى، يا عم مصطفى والنبي ما تهزرش ما تهزرش. في ايه يا ابني؟ السكرينه ب 50 وده ب 300، عاجبك عاجبك مش عاجبك يا ابني خلاص مش هركبه. اوه يا عم مصطفى مش وقت هزار ده والله. هدفع لك في ده 100 جنيه وهدفع لك في السكرينه 20، ده حته بلاستيك. لا اله الا الله يا ابني، يا ابني انت جاي على الصبح تنجر فيا؟ لا ما عنديش يا ابني. يا عم مصطفى تعاملني كده؟ لا ده انا زبون. زبون يا ابني؟ الزبون اللي يجي على الصبح ينجر يا ابني؟ في حاجه اسمها سكرينه ب 20 جنيه وعايزها كمان اللي جنبك ما يشوفكش؟ وفي جراب يا ابني 58 60 جنيه، الجراب ده ثمنه 300 جنيه يا ابني، عاجبك خده مش عاجبه مش عاجبك بلاش. والسكرينه ثمنها 50، مفيش حاجه اسمها ب 20 يا ابني. انت بتكلمني كده ليه؟ بكلمك كيف يا ابني؟ ده ساعه الصبحيه. روح يا النبي يا ابني، روح تليفونك اهو واتفضل، ما ترميش التليفون كده يا عم مصطفى. يا ابني انا ما عنديش جراب على الصبح، ومش ما عنديش واهو عليا الطلاق من بيع لك يا ابني اهو تليفونك اهو. انت بتعمل كده ليه يا ابني؟ اطلع بره. مسكوا ببعضيهم. طب يا عم يعني سعد للاسف، طب انت فرحان بالموبايل بتاعك ولسه جديد، هات له يا عم سكرينه نظيفه وهات له جراب. يعني جايب تليفون ب 4000 جاي على سكرينه ب 50 وجراب ثمنه 300 جنيه؟
مسكوا ببعضهم، انت ما تكلمنيش كده، انت مسكوا ببعضهم. مستحق مصطفى وابنه جوه المحل، ابنه معاه في المحل. سعد يجي مطلع سكينه، لا حول ولا قوه الا بالله. عشان ايه؟ عشان جراب وسكرينه، جراب وسكرينه. ده انت ما لحقتش تفرح بالموبايل يا سعد، ما لحقتش تفرح بيه يا ابن الموبايل، ما لحقتش. ده انت ما دخلتش عليه حتى، نزلت عليه اي حاجه. دي للاسف طلع السكينه وخبط الحاج مصطفى طعنه واحده جت في القلب، جسران مات في الحال. الناس اتلموا في المحل ومسكوا الواد. ليه كده يا سعد؟ ليه يا سعد؟ بين الشاري والبائع يا ابني، افتح الله يا ابني. ليه كده يا ابني؟ هيقول ايه؟ جات الشرطه، ايه يا ابني اللي حصل؟ قال عايز يبيعني الاسكرينه ب50 وعايز يبيع لي الجراب ب300 جنيه. لما قلت له ما تهزرش وطردني من المحل ورمالي التليفون على المكتب اللي قدام. بقول له بتعمل كده؟ قال لي يا ابني ساعه الصبح وبيزوجن. طلعت السكينه اللي معايا وغزيته وجت في قلبه. مثل الجريمه واعترافات تفصيليه. تم طبعا تليفون اتحط حرز بالسكينه ويلا على النيابه، اعترافات تفصيليه. انت ما لحقتش يا ابني تبص على التليفون ولا فتحته ولا شحنته ولا فرحت بيه، كله ده عشان حته جراب يا ابني. ما شاء الله ما يتركبلوش في اي دول محترمه على فكره، ما بيركبوش جراب في اي تليفون، في اي دوله محترمه ما بيركبوش جراب. الشركه اللي بتطلعه ما بتركبلوش جراب عشان يفضل شكله جميل كده. الجراب بيخفي جماله، حته بلاستيك ملهاش اي لازمه، بيحميها ايوه بيحميها ايوه، لكن بيضيعش بيشوه جماله. الاسكرينه لما بتقع على الارض الاسكرينه بتتكسر والشاشه بتتكسر برضه. ضيعت مستقبلك وضيعت حياتك وضيعتك وضيعت الموبايل. عشان ايه؟ عشان 350 جنيه؟ وصل بينا الحالة بنت البعض عشان 350 جنيه؟ معاك موبايل ب 4000 جنيه وبخلان بسكرينة ب50 وكفر ب 300 جنيه؟ هنقول طيب اعترافات تفصيليه ومثل الجريمه وهنتصاقه. طبعا هيبقى التوصيف الجنائي مش هنقدر نقول قتل مع سبق الاصرار والترصد، مفيش قتل مع سبق الاصرار والترصد، ده هو رايح في نيته انه يشتم. هيتحاسب ان معاه سكينه بدون مستلزم قانوني بدون ترخيص، وانها في الاول وفي الاخر مشاجره ادت الى مسرح صاحب المحل الحاج مصطفى. الاصعب شيء ان ابنه كان واقف وشاف ابوه، وابنه عيل صغير شاف ابوه بيتقتل قدامه. يا جماعة لازم فعلا هيجي علينا زمن لا القاتل يعرف هو قتل ليه ولا المقتول صدق الرسول عليه السلام. احنا فعلا في عصر والله بنقتل بعضينا علشان يعني ده هيدخل السجن طبعا مش هياخد المحمول معاه اقل شيء 7-8 سنين. عشان ايه؟ وتطلع بجريمة قتل وتعيش حياتك موصوم بالعار، كل ده عشان تليفون جديد راح تجيب له سكرينة وكفر او جراب. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.